في قضية أيضا اشتعلت في جامعة دمنهور بسبب أحد الأساتذة في الكتاب بتاعه، كتاب دراسات في تاريخ العرب المعاصر من تأليف الدكتور أحمد رشوان، كان بيتكلم عن الشيخ الشعراوي، فالحقيقة ده استفز الطلاب. هو كتب يعني يا جماعة، هو طبعا مفيش مانع ان في باحث يمكن ان يوجه انتقادات للشيخ الشعراوي، ما يعني مفيش مشكلة، انما هي بس القضية في استخدام يعني لغة الشتائم، يعني ده استفز الطلبة والأساتذة، وفي تحقيق يتعلق بهذه القضية. احنا قابلنا الطلبة وقابلنا المسؤولين وحولوا القضية للتحقيق. الناس استفزهم ان الشعراوي يتقال عليه، هو قال طبعا عامل تحليل كويس جدا عن التطرف و و و وكويس، وبعدين بيتكلم حتى عن الناس اللي يعني المهم الجزء اللي هو متعلق بالشيخ الشعراوي، قال انه ايضا كما شهد عهده، بيتكلم ظهور اكبر دجالين في تاريخ مصر الحديث، اكبر دجالين في تاريخ مصر الحديث هما الشيخ متولي الشعراوي والداعية عمرو خالد، اللذان عملا بكل قوة عن قصد أو بغير قصد في تغذية روح الهوس الديني لدى الشعب المصري وتدعيم تيار الإسلام السياسي معها، وهكذا سيطر الإسلام السياسي وامتد حتى بعد سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1990 وتحول كثير من دول العالم إلى الديمقراطية، فقد ظلت مصر بعيدة عن كل تلك المؤثرات الدولية بحكم تيار الإسلام السياسي يحكم تيار الإسلام السياسي أنيابه عليها كالثعبان القاتل. هي الناس طبعا اعتراضهم، أنا لسه بقولك مفيش مانع أن باحث يوجه انتقادا لمنهج الشيخ الشعراوي، مفيش مشكلة، إنما الحقيقة يعني أكبر دجالين فيها قسوة وعنف لفظي وإهانة استدعت هذه المشاهد اللي هنشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مزيج من الغضب والاستنكار ساد بين طلاب جامعة دمنهور بعد الإساءة للشيخ محمد متولي الشعراوي على لسان أحد المدرسين بالجامعة في أحد كتب. أنا كطالبة في كلية دلوقتي سمعت الموضوع من على النت واتشهر، فأنا في محافظة البحيرة، موضوع الشيخ الشعراوي ده يمسنا لأن احنا أقرب للقرى والأقرب للفلاحين، فالموضوع ضايقنا جدا، وكنا مستنين اللي هو لقينا هوجة كبيرة جدا للناس والناس بتتكلم، وده الشيخ الشعراوي قدوة لينا ومثل أعلى كبير لينا، فإحنا كلنا مستنيين رد حازم وقرار حازم ينزل زي ما نزل الخبر ده، ينزل زيه على النت ونعرف إيه اللي هيحصل في الفترة الجاية، ورد اعتبار للشيخ الشعراوي. الشيخ محمد متولي الشعراوي ده علامة، وطبعا كلنا بنتعلم منه، واللي حصل ده ان رئيس الجامعة ورئيس القسم اتخذ موقف ضد الدكتور أو ضد اللي عمل المادة، وتحولت موضوع المادة تحول هو تحقيق، ده اللي سمعناه، وان الكتاب هينسحب وان شاء الله هيتم اتخاذ اجراءات ضد هذا الخطا في الشيخ محمد متولي الشعراوي. في الحقيقه انا مستغرب جدا الموضوع ده عن الشيخ الشعراوي، وان هو سبب في تخلف الحضاره الانسانيه. مش معنى ان بلدنا بتمر بارهاب او تطرف فده يكون سبب للبعض اللي احنا نشوه حموزنا الدينيه. ازاي ان دكتور يتكلم عليه بالطريقه دي مع ان الجامعه بتقوم بدورات تربيه وتنمويه ان هي تفهم الناس ازاي الوعي السياسي، ازاي ان هم يتكلموا مع رموزهم، وده رمز من رموز مصر وما ينفعش الكلام ده، بس احنا اول مره فعلا نشوف حاجه زي دي موجوده في الجامعه. تعمل اللي حصل للشيخ الشعراوي، ازاي يتهموه بالاتهام ده؟ يا جماعه الشيخ الشعراوي ده رمز من رموز الاسلام والمصريين كلهم،
يا جماعه ده امام دعاء يا جماعه. انا لحد دلوقتي مش قادر، انا لحد دلوقتي بتكلم معاكم مش قادر اصدق الكلام اللي بيتقال عليه. واقف قدامك وبسجل مش عارف الكلام اللي بيتقال عليه ده اتقال عليه، اتقال عليه ازاي. لن نسمح بهذه الاساءه او الادانه. نحن دين واستنكر ما حدث من عضو التريس، وتم تحويله على الفور للتحقيق القانوني، للتحقيقات القانوني او الاجراء الاجراءات القانونيه مشدده ان شاء الله باذن الله، وسنعوي بها. الحاجه اللي بعد كده من اجراءات قانونيه تم ايقافه على العمل. الحاجه اللي بعد كده تم سحب هذا الكتاب نهائيا، وتم تغيير المحتوى عن طريق القسم، لان اتعمل مجلس قسم طارئ وتغيير هذا المحتوى. الحاجه اللي بعد كده احنا لن نسمح باي اساءه لرموز الازهر الشريف. صلى بينا سنين، تسمع دعاء قلبك يقول الله. زي ما قلت لكم، يعني من حق كل الباحثين والكتاب ان يبقى عنده وجهة نظر ويوجه انتقادات، انما انا قلت لكم انه يعني اكبر دجالين شوية، يعني ربما الغضب كان شديدا جدا فيما يتعلق بالشيخ الشعراوي. يعني هو كان بجمع كمان بين الشيخ الشعراوي وعمر خالد، واعتبرهما معا اكبر دجالين، وبالتالي ده استدعى غضبا في اوساط الطلاب والاساتذة، وتم إحالة الموضوع للتحقيق. طلع فاصل وبعد